إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الصيف وبعض الناس يخرجوا من بيوتهم ويتعرضوا للشمس ويستمتعوا بحرارة الشمس. في البلاد اللي فيها درجات الحرارة معقولة، لكن في بلدان درجات الحرارة فيها تتجاوز 50 درجة مئوية، فالخروج في هذه البلدان يعني من دون سبب أو نتيجة طبيعة عمل الشخص في درجة حرارة مرتفعة جدا قد يكون مهدد لحياته بالخطر. ولذلك طبعا ننصح دائما الناس اللي هي مضطرة أنها تخرج في درجات حرارة مرتفعة جدا إنه يكون حريص على شرب كميات كبيرة من الماء، كميات كافية من الماء، ما يقل عن 2.5 إلى 3 لترات في اليوم أو أكثر إذا كان الوضع يحتاج أكثر من ذلك. إنه يكون لبسك خفيف، يكون لبسك قطني، يكون لبسك أبيض يحاول يعكس ساعات الشمس. تلبس قبعة الكابس اللي تحمي إنه الشمس توصل للعين، تلبس نظارات شمسية، تكون حريص إنك تتجنب إنك تكون تحت أشعة الشمس مباشرة قدر الاستطاعة، وإنك تخرج من مناطق الحر أو منطقة الحرارة إلى منطقة البرودة ثم إلى منطقة الحرارة، يعني يكون فيه زون أو في منطقة معينة تكون درجة حرارتها معتدلة، مش إنك تخرج بشكل سريع من مكان بارد إلى مكان حار أو مكان حار إلى مكان بارد بسرعة، يعني يكون مكان 50 درجة مئوية وتدخل مكان مكيف درجة الحرارة في 10، فهذا ممكن تؤدي إلى خطر صحي عليك مؤذي. من الأشياء المهمة جدا الناس تفهمها عشان نفهم كيف يحصل معانا ما يسمى بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس أو الصدمة الحرارية، اللي هو إيش هو النظام البيولوجي أو النظام الحيوي اللي يقوم بعملية تنظيم درجة الحرارة في جسم الإنسان. هذا النظام عصبي معقد جدا ونظام فيه من الإعجاز الكثير، وضع الله سبحانه وتعالى في جسمنا لكي يحمينا من إجهاد حراري أو صدمة حرارية مع ضربة الشمس، أو أنه يحمينا من إجهاد البرودة أو صدمة البرودة لا قدر الله، ويؤدي فيما بعد إلى فشل وظائف الأجهزة في الجسم. كيف يعمل هذا النظام؟ زي ما قلت لكم هذا النظام عصبي معقد مرتبط بالعمل بعدة أنسجة وأنظمة أخرى. هذا النظام هدفه أنه يحافظ على درجة حرارة الجسم خارجيا وداخليا عند درجة 36 درجة مئوية و8 من عشرة أو 37 درجة مئوية. إذا حصل من الخارج إجهاد حراري أو ارتفاع في درجة حرارة كبيرة جدا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، يبدأ هذا الثرموستات أو منظم درجة الحرارة الحيوي اللي أهداه الله سبحانه وتعالى للإنسان بالعمل أوتوماتيكيا بأنه يبدأ يخفض درجة حرارة الجسم لكي يحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية. فإيش يسوي؟ يبدأ يسحب أو يرسل يرسل الدم إلى الأوعية الدموية الصغيرة، الشعيرات الدموية اللي موجودة في الجلد في الوجه، فيحمر وجه الإنسان، يبدأ يساعد إنه الإنسان يتعرق بكثرة، يسحب السوائل من بعض الأنسجة وبعض الأنظمة ويرسلها إلى أماكن أخرى عشان يبردها. إذا زادت درجة الحرارة إلى مستوى عالي جدا بحيث إنه يكون كمية السوائل المتوفرة في الجسم أقل من المطلوب، يبدأ ينقص من استهلاك الطاقة في جسم الإنسان حتى يحافظ على درجة الحرارة تكون في المستوى الطبيعي، وهذا قد يؤدي فيما بعد إذا ما تلاحظ الإنسان نفسه إلى إجهاد حراري أو إلى ضربة حرارية أو صدمة حرارية أو صدمة شمسية. العكس، إذا كان الجو حولنا بارد جدا الثرموستات تبدأ يشتغل، يحس إنه الجلد أو مستقبلات البرودة أو الحرارة العصبية اللي موجودة في جلدنا تحس إنه درجة حرارة الجلد بدأت تقل، فيبدأ يسحب الدم من الأوعية الدموية الخارجية إلى الأنسجة الداخلية في جسمنا ليحافظ على درجة الحرارة الطبيعية اللي موجودة في جسم الإنسان. ويبدأ يحاول يجبرك الجسم
والجهاز العصبي يضغط عليك انك انت تخرج من مكان البرودة هذا الى مكان اخر، بانه يحسسك بالبرودة والام البرد والقشعريرة الى اخر. هذا باختصار او بطريقة بلغة مبسطة كيف يعمل ثرموستات الحيوي في جسم الانسان. في حال تعرضت خلايانا الى حرارة شديدة، ايش اللي يحصل فيها؟ اللي يحصل فيها انك تطلب سوائل، تطلب ماء. إذا الماء هذا غير موجود يحصل صهر للمحتويات البروتينية للخلية، مما يؤدي إلى تهتك هذه الخلية، وتهتك هذه الخلية يؤدي إلى تهتك الأنسجة، وتهتك الأنسجة يؤدي إلى فشل الأنظمة الحيوية في الجسم. فإذا تهتكت الأنسجة الخاصة بالكلى والرئتين والمخ يؤدي إلى فشل الجهاز العصبي، وفشل الجهاز الكلوي، وفشل الجهاز الرئوي والدوري الدموي في جسم الإنسان. وهذا هو خطورة الإجهاد الحراري وضربة الشمس. طيب إيش الفرق ما بين إجهاد حراري وإيش الفرق ما بين ضربة الشمس أو الصدمة الحرارية؟ الإجهاد الحراري هو المرحلة الأولى، هو أنه يرتفع جسم درجة حرارة جسم الإنسان، ويبدأ الإنسان يحس بصداع ودوخة وشوية ارتباك وتعرق شديد وشحوب في البشرة، يبدأ وجهه يشحب، ويبدأ يحصل عنده تشنجات أو آلام في اليدين وفي الرجول، ويحصل عنده أنه التنفس يزيد يسرع، وضربات القلب تكون سريعة، ودرجة حرارة الجسم ترتفع ما بين 38 وما فوق، ويحس بعطش شديد بس لا يزال واعي. هذا ما يسمى الإجهاد الحراري. إذا لحقته في خلال 30 دقيقة بعدته من درجة الحرارة، من منطقة ارتفاع درجة الحرارة إلى منطقة ظلية، خفف على الملابس، كب عليه موية، اسقيه موية إذا بيشرب، وارف خليه نايم على ظهره، وارفع رجله بحيث أنه تكون القدمين أعلى من مستوى القلب عشان يبدأ يستعيد وعيه. بيتحسن بسرعة في خلال 30 دقيقة. لكن ما هي الصدمة الحرارية أو ضربة الشمس؟ هذا أخطر. هنا أنت تحتاج تطلب الإسعاف فورا إذا رأيت الآتي. إذا رأيت إنه الإنسان، إذا رأيت إنه بدأ فقد الوعي، ما بيتعرق، خلاص العرق وقف، وجهه برد، يداته بردت، درجة حرارته 40 وما فوق، ضيق في التنفس، تمام، وفقدان الوعي، هنا تطلب الإسعاف فورا وتفسخ ملابس المريض، تأخذه وجه منطقة ظل، منطقة باردة، فسخ ملابسه، كب عليه موية باردة، اسقيه إذا عاد ويقدر يشرب، ونيمه على ظهره وارفع رجله. ليش موضوع النوم على الظهر وترفع الرجل؟ عادة هذول الناس اللي يتعرضوا للسوائل الجهاد الحراري أو ضربة الشمس بيهبط عندهم الضغط، لأنه كمية السوائل اللي في الجسم أصبحت قليلة جدا، فبينقص الضغط عشان يحافظ القلب على كمية، على ضخ كمية كبيرة من الماء أو كمية كبيرة من الدم أو كمية كافية من الدم للمخ وبقية الأعضاء المهمة، فينزل معاه الضغط، فنزول الضغط هنا خطير جدا. فلما تنيم على ظهره وترفع رجله تساعد انه كمية الدم والسوائل تروح من القلب الى المخ عشان يظل الانسان في حالة وعي وتحافظ على وعيه. فهذه هي النقطة المهمة جدا. فعندنا في فرق ما بين اجهاد حراري، اجهاد حراري عادة الانسان واعي، درجة حرارة 38، يعرق، في عنده عرق، في عنده آلام في الذراعين في الساقين. لكن ضربة الشمس أو الضربة الحرارية أو ضربة الحرارة أو الصدمة الحرارية، إنه المريض يفقد وعيه، ما بيتعرق، درجة حرارته تتجاوز 40، وتلاقي يداته ورجوله متلجة، برد، بردانة، إنه سح، يحاول الجسم إنه بيبرده بأقصى جهد ممكن، بأقصى طاقة ممكنة. فين نشوف هذول الناس؟ هذول الناس اللي هم مضطرين إنه يشتغلوا في درجات الحرارة العالية، عمال النظافة، عمال اللي بيشتغلوا قدام الأفران بيعملوا العيش، أو اللي بيشتغلوا في مطاعم، أو بيشتغلوا في أماكن تهويتها غير جيدة. هؤلاء الناس مهددين بالوفاة. كيف نحمي أنفسنا من هذه الأشياء؟ كما قلت لكم، يكون لبسك مناسب للجو اللي حواليك، تشرب كميات ماء كافية. أيام الحر الشديد وأنت مضطر للخروج تلبس، تشرب ما بين لترين ونص إلى 3 لترات إلى 4 لترات في اليوم. انتبه تمارس الرياضة في درجة حرارة مرتفعة.
تحاول إذا يكون خروجك ومشاويرك في أوقات يكون فيها درجة الحرارة معتدلة. لما تخرج من البيت والبيت بارد لأنه كان التكييف شغال، حاول تكون في منطقة، تخرج لمنطقة أول شيء تكون درجة الحرارة فيها معتدلة قبل ما تخرج المنطقة اللي فيها درجة الحرارة مرتفعة جدا. ولما ترجع من مكان درجة حرارته مرتفعة تدخل لمنطقة يكون فيها درجة حرارة معتدلة، وبعد تدخل البيت اللي فيه درجة حرارة منخفضة. يعني ما تقلب عليك درجة الحرارة بسرعة بكميات كبيرة، يعني ما يكون في 50 إلى 10 ممكن تمرض لا قدر الله. حاول قدر الإمكان تتجنب إنك تخرج في هذا الجو الحار هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستمتعوا بالصيف، وتمنياتي للجميع بالسلامة والعفو والعافية.